إخوان، تم تعديل القانون ديال ديكريت وفلوسي عقود العمل، القانون ديال عقود العمل الإخوان، والتأكيد ديال الهضرة اللي كنت قلت لكم تقريبا شهرين ولا ثلاثة شهور هذه ديال القانون ديال ديكريت وفلوسي، الأسبقية لمن؟ للناس اللي دافعين، ونهضروا على المواعيد حتى هما خوتي. السلام عليكم إخوان، هذا القانون هذا ديال 2023 2025 ماشي بحال القوانين، ماشي بحال ديكريت وفلوسي ولا القانون ديال عقود العمل اللي دازوا من شحال هذي. كيف ما كتشوف معايا الاخوان، هذا الميساج هذا قال لك السيد هذا دافع لنا 27 في شهر 3 وما خرجش لي الكونترا. من بزاف ديال الناس ما خرجش لهم الكونترا حقاش اما الباترون ما كتوفرش فيه الشروط ولا ما تقبلش ولا يعني ما داخلش الحصه الكوطا ولا المهم ما خرجش لي الكونترا. وقال لك واش ندفع مع الباترون نفس الباترون يعاود معايا ولا نشوف شي واحد اخر في المثال. سمعوني نقول لكم، الناس اللي دافعين نهار 27 في شهر 3 2023 ما خرجش لكم الكونترا وكنتوا قراب للكوطا قراب للحصة وما خرجش لكم الكونترا، سواء في العقود الموسمية ولا الغير موسمية وأي موديل أي قطاع، وباغي تعود ما خرجش لك الكونترا وباغي تعود، خاص الباترون اللي يعود لك باش تخرج لك الكونترا، خاص الباترون اللي يعود لك. إلا مشيتي دفعتي مع واحد آخر جديد ودرتي طلب جديد خاصك تبقى تسنى في الحصة تبقى تسنى في الكوطا ويشوفوا تاني الباترون وخاصك السكنة وكل شيء. حقاش كاين الاسبقيه الاخوان، الاسبقيه لهذوك اللي دفعوا في هذا القانون. هذا الشيء علاش قلت لكم هذا القانون هذا 2023 2025 واحد القانون اللي هو سترانو، واحد القانون اللي هو غريب ما عمرو داز. هذه السنه هذه الاخوان شنو غادي يكون 2023 حتى 2025، المهم حنا نهضروا غير على 2023، غادي يهزوا من الناس اللي ديجا عندهم الروسيات. وانا كنت شاركت معكم هذا الموضوع على الاخوان ديجا فاش يلا خرج القانون، قلت لكم الاخوان فاش غادي يكون القانون ان شاء الله في شهر 12 ديال 2000 و23 غتكون الاسبقيه الناس اللي ديجا عندهم الروسيات وكيتسناو وما خرجش لهم الكونترا. الاخوان راه عندكم نتوما الاسبقيه، يعني ما خرجش لك الكونترا خاص السيد الباترون المشغل الداتوري ديال لافورو هو اللي يعاود معاك وعندكم اسبقيه. الا مشيتي عاودتي مع شي واحد اخر ما يعقلوش عليك وما يعطيوكش اسبقيه. علاش؟ حقاش عندك باترون جديد وطالب جديد. اما الباترون الاول كيقول لهم هذا السيد هذا كيدير واحد الكومونيكاسيوني واحد كيتواصل بطبيعه الحال مع البريفيتورا، هذا راه باقي باغي، هذا السيد باقي باغي، واش من وثائق كيحتاجوا ليه؟ الباسبور ديالك ديجا عاطيه ليه، السكنه ديالك ديجا هو داير لك السكنه، ما كيحتاج حتى شي حاجه، كيكتفيو بالوثائق اللي قدم ليهم النهار الاول، يعني 27 في شهر 3 بالوثائق اللي كان قدم ليهم غير هذاك الشيء. ما غادي يقول لك ارسل لي الباسبور، انت باغي ترسل له عاود من جديد الباسبور، ارسل له الباسبور. ما غادي يعاود يدير لك السكنه، غادي يدير لك هذيك السكنه اللي كان مقدم لك في الطلب نهار 27 في شهر 3 ديال 2023 في اي قطاع في اي مجال في اي سيطور في اي موديل موسمي ولا غير موسمي. الاخوان 27 في شهر 3 الناس اللي دافعين 27 في شهر 3 وما خرجتش لهم الكونترا وباغين يعاودوا في هذا القانون، يعاودوا مع الباترون اللي دفع لهم. غير هو حاجه خاصك تكون سمعني مزيان، راه ماشي هو يكون دافع لك في المثال، هذه راه نقطه مهمه الاخوان وبغيت تكون تبارطاجيوا الله يخليكم، ماشي في المثال هو دافع لك في شهر 6 ولا في شهر 7 وتقول لي راه عندي الاسبقيه. لا، خاصك تكون قريب من الحصه، تكون قريب من الكوطا، يعني يكون دافع لك نهار 27 في شهر 3. عرفتي شحال ديال الطلبات دفعوا من 27 في شهر 3 لدابا؟ 300,000 طالب. والقانون ديال ديكريتو فلوسي شحال كانوا طالبين فيه؟ 82,705 في جميع السيطورات الغير موسميات، الكونترات الغير موسميات والكونترات الموسميات. 82,705 يعني التوتال. وشحال زادوا؟ زادوا 40,000 اخرى اللي شاركت معكم قلت لكم ها هي بدات كتخرج في العمل الموسمي، هي شحال في التوتال؟ هي 122,705. وشحال طلبه دفعوا؟ 300,000 طالب لحد الساعه، هما طالبين غير 122,705 دفعات 300,000، يعني 180,000 كلها خارج حصه كلها خارج كوطا عندهم الروسيات وكيتسناو. وكيف ما قلت لك عندك الروسي وكتسنى، ما خاصكش تكون دافع في شهر 5 ولا 6 ولا 7 ولا دافعك غير في هذا الشهر هذا وتقول راه عندي الاسبقيه وفاش يبداو ثاني يخرجوا كونترا تقول فينا هي الاسبقيه اللي قلتي لي. لا، الاسبقيه ديال الناس اللي هما ديجا عندهم الروسيات ودافعين 27 في شهر 3 والباترونات ديالهم كيتوفروا فيهم الشروط، يعني عاطيهم الوثائق كامله اللي عنده، ما خاصها حتى شي حاجه. الا تقول راه عاود معايا وما داروا معايا والو ما عطاوني والو وخرجوها في المثال لواحد اخر، يلا دفع في هذا القانون. الباترون ديالك خاصو يكون مريقل، الباترون ديالك خاصو يكون ناضي، ما ناقصه حتى شي حاجه. حتى انت ما يكونش عندك سوابق عدليه ولا كنت ديجا هنا ولا عندك شي مشكل اللي هو كبير في البلاد في المثال. لا،
غادي تكون مشدود على شي حاجه، والوسخ حتى هو راه فيه وفيه، يعني كاين وكاين الاخوان. المهم الاسبقيه الاخوان انا تنقولها وكنعاودها وكنديجا قلتها لكم، قلت لكم الاسبقيه عند الناس اللي هما ديجا دافعين عندهم الروسيات وقراب من الحصه والباترونات ديالهم ناضين مريقلين عندهم جميع الوثائق عندهم الاسبقيه. يعني انت الا ما خرجش لك وباغي تعود في هذا القانون هذا، من الاحسن يعاود لك الباترون اللي يدفع لك وتكون قريب الحصه، ما يكونش دافع لك في المثال كيف ما قلت لك شهر 6 ولا شهر 5 ولا شهر 8 ولا 10 ولا دابا، وتقول راه غادي ندخل لهذيك الكوطا اللي طالبين لهذيك الحصه اللي طالبين. لا، خاصك تكون قريب من الحصه، الباترون كيتوفروا فيه جميع الشروط، والناس اللي هما غادي يدفعوا راه غتقول لي اش من قانون هذا، راه فعلا داكشي علاش قلت لكم قانون غريب. الناس اللي غادي يدفعوا جداد يتسناهم طبيعه الحال، راه كاين 2023 2024 2025، يعني دائما غنبقاو نعطيو الاسبقيه للناس اللي دفعوا الاولين وكانوا خارج كوطا خارج حصه غير هما، داكشي كان عندهم ناضي مريقل. جواب الاخوان على السؤال ديال هذاك الولد، ولا بزاف ديال الناس عارفهم دافعين وكيتسناو وهو باغي تعاود عاود مع الباترون، غير هو حاجه خاصك تعرف الباترون ديالك راه ناضي ومريقل وعنده الاوراق كاملين، ماشي ثاني يعاود معاك ويبقى تسنى وما تدخلش ثاني لهذيك الحصه. واخا تدخل الحصه الا كان باترون ما ناضيش، الا كان باترون ما عندوش اوراق راه ما يتقبلش لك الطالب. وسمعوني واحد النقطه اللي هي مهمه بزاف، كيف القانون اللي فات 27 في شهر 3 ديال 2023، كيف هذا القانون ديال 2023، كيف 24، كيف 25، غادي يعطيونا الله وسطا ان شاء الله شحال 60 يوم يبداو يخرجوا الكونترات، 60 يوم يبداو يخرجوا الكونترات غادي يعطيونا الله وسطا، وغادي يبقى ثاني الباترون في البحث، وغادي الباترون غادي يقولوا لي دخل هزنا الله وسطا راها عندك، وغادي يبقى في البحث وغادي يرسلها لك وغادي يبقى في البحث، وانت كتطلب في الفيزا الى لقاو واخا عندك كونترا الى لقاو. سمعوني مزيان داكشي علاش نقول لك بارطاجيها باش تبقى لك في دماغك وتبقى في عقلك وتبارطاجيها مع الناس اللي هما ما عارفينش. واخا عندك نولا وسطا الباترون كيبقى سمحوا لي الباترون كيبقى في بحث، كتمشي تطلب فيزا بنولا وسطا، ولكن فيزا ما يطبعوش لك. علاش؟ كيف ما وقع دابا ما عندهمش الوراق، الباترون ما عندوش هذاك الشيء اللي كنا بغينا عطيناه الكونترا عطيناه نولا وسطا ولكن ما عندوش. واخا دابا تجينا تقول فلت الحمد لله يعني رانا صافي خديت الفيزا، غتجي هنا والباترون ثاني كيبقى في بحث. الا جيتي هنا هادشي كنتمنى ما يوقع فيه حتى شي واحد الله يستر الاخوان، الا جيتي هنا والباترون ما عندوش الوثائق اللي حنا بغينا ما غاديش نعطوك البيرميس. واش على قانون الاخوان؟ المهم القانون غادي نستافدوا منه 100% الناس اللي هما كانوا ديجا دافعين وقراب من الحصه قراب من الكوطا، والباترونات عندهم ريقلين وناضين وعندهم الروسيه، يعني باغي تدفع وعندك ديجا الروسي وباغي تعاود تدفع في هذا القانون هذا، خاص الباترون اللي دفع لك الاول هو اللي يعاود يدفع لك، وانت خاصك تعرف وتاكد بان هذاك السيد راه عنده اوراق صحيحه. الا ما كانوش عنده اوراق صحيحه واخا عندك الروسي واخا يعاود معاك ما غاديش يخرج لك، وما تقولش لي راه قلتي لي عندكم الاسبقيه الا ما كانش باترون ناضي. انا نقول لك من هنا بالنسبه للمواعيد الاخوان، ندخلوا في الموضوع ديال المواعيد. بالنسبه المواعيد الناس اللي شادين من برينوطامي، الناس اللي كانوا شدوا من السيت برينوطامي، راه الفي اف اس جلوبال تقلبات عليكم. يعني من الاخر الفي اف اس جلوبال خاصكم تشوفوا شي حل مع الفي اف اس جلوبال. كاين اللي شاد نولا وسطا عنده وقرب التوفاليه وكيتسنى في الموعد اللي كان شاد مع برينوطامي، والفي اف اس جلوبال كتقول لهم خاصكم ترسلوا لي الكونترا ولا نولا وصل التحقق منها في جيميل وتسناو موعد جديد، لان الفي اف اس لان البرينوطامي مشات، برينوطامي ما بقاش. دابا برينوطامي شنو كاين الاخوان؟ شنو واقع؟ الناس كانت شاده الرونديفو ديالها قانونيا كلشي صحيح من برينوطامي من السيت، كيتفاجئوا مؤخرا ان الرونديفو ديالهم والموعد ديالهم ما بقاش. يعني برينوطامي محات المواعيد ولا مسحات المواعيد ديالهم. دابا خاصهم ضروري هاد الناس هادو اللي كانوا دافعين ولا شادين الموعد في برينوطامي وكيتسناو يمشيو ويرسلوا من جديد نولا وسطا ديالهم ويطلبوا موعد من الفي اف اس جلوبال، كيف ما داروا الناس الاولين نولا وسطا ديالهم رسلوها في جيميل وتواصلوا بالمواعيد ديالهم. يعني برينوطامي الاخوان والفي اف اس جلوبال داروا هكا، يعني تقلبوا عليكم الصراحه. اللي باغين ديروا ديروا، باغين ديروا شي وقفه تما، باغين تشوفوا شي حل، ضروري خاصكم ديروا شي حاجه، ضروري خاصكم ديروا شي حاجه الاخوان. ماشي واحد منين تا هو كيتسنى وشاد الموعد في السيت ونولا وسطا ديالو قريبه توفى، وفي الاخر كيلغيو ليه الموعد وكيمسحوا ليه الموعد
من السيستم الاخوان من السيت ما بقاش عنده، خاصو من جديد يتسنى ويرسل ويتسنى الموعد الاول، الميساج الاول والثاني والثالث وفينا هو داكشي. الا وفات لك الكونترا دابا، الا وفات لك الكونترا ما كاينش اللي عقل عليك وانت باقي ما خديتيش الموعد. اما فاش كتخدا، اما فاش كتاخذ الموعد ديالك ما عندكش مشكل. يعني هنا الفي اف اس جلوبال والبرينوطامي راه متقلبوا عليكم الاخوان. اللي عنده كونترا وشاد مع برينوطامي يمشي يعاود يشد مع الفي اف اس جلوبال، يرسل الكونترا ديالو في الجيميل والعنوان الجديد اللي غادي نخلي لكم الاخوان. اما بالنسبه للناس اللي عندهم عقود عمل موسميه، سمعوني مزيان، موديل سي ديال 9 شهور، هذا موديل سي ديال 9 شهور عقود عمل موسميه ماشي غير موسميه. هادو ابتداء كيف ما قلت لكم الاخوان من هذا الاسبوع غادي يتوصلوا ميساجات عوض تيراج ديال الباسبور، غادي تمشي تبصم. الا ارسلوا لك ميساج جيت تبصم، غادي تمشي تبصم في الوقت والتاريخ اللي غادي يعطيوك، ومن بعد ان شاء الله غادي يتواصلوا معاك. ولا هذيك الساعه فاش غادي تبصم غادي يعطيوك موعد باش تمشي تيري الباسبور ديالك. سمعوني اصحاب العقود العمل اللي هي موسميه، موديل سي ستاجيونالي، اللي عندهم ديال 9 شهور ما عندهمش العام، ماشي غير موسميات، ماشي موديل بي، انا كنهضر على الموسميات. ابتداء من هذا الاسبوع غادي يبقاو يتواصلوا معكم ميساجات جي تبصم. جاك ميساج ديال التبصام سير تبصم، جاك ميساج ديال التيراج ديال الباسبور ديالك سير تيري. يعني ما تجيكش شي حاجه اللي هي غريبه، علاش ارسلوا لي نبصم، سير تبصم. ومن بعد غادي تمشي من بعد 15 يوم ولا 10 ايام ولا المهم غادي يتواصلوا معك باش انك تمشي تيري الباسبور ديالك. الله يسهل عليك.